السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة كويزين بشرى. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم واحد البريوش كيجي رائع البنات، كيجي خفيف بزاف، وكيجي بمذاق لذيذ. خليكم معايا حتى الاخر الفيديو. غادي نحتاج واحد نص كيلو او 500 غرام ديال الدقيق الابيض، عندي خمارة الحلوى، عندي كاس ديال السكر سنيدة، كاس لاروب ديال الزيت، كاس ديال الماء، كاس ديال الحليب. الا بغيتي تعوضي الحليب بالليمون عوضيه او البرتقال. عندي معلقة ديال الخميرة الفورية، عندي واحد الحامضة محكوكة وبيضة، قمصة الملح، واحد المعلقة ديال الزبدة. غادي نجيب واحد الاناء، غادي نجمع فيه السوائل كاملة. غنضيف ليه ديك الخميرة الفورية والسكر سنيدة، صافي. وغادي نطربهم مزيان بالخلاط اليدوي. غنضيف ليها البيضة ونعاود تاني نخدمهم مزيان. غنضيف ديك الحامضة محكوكة صافي، نخلطو مزيان حتى يتجانسو المكونات كاملين صافي. نبدا نضيف الدقيق شويه بشويه حتى ندخل هذيك 500 غرام في هاد السائل اللي حصلت عليه. صافي، من بعد ما ساليت الدقيق اللي عندي، غادي نجيب ديك المعلقه ديال الزبده، غادي نضيفها ونحاول انني نوزعها على العجينه كامله حتى تدخل ديك الزبده في العجينه صافي. ونخليها تقريبا واحد، المهم على حساب، حيت الحال بارد دابا. غادي نغطيها بالفيلم اليمونتير ونخليها تقريبا واحد الساعه حتى يتضاعف الحجم ديالها ونتلاقاو. من بعد ما خمرت لي العجينه كيف ما كتشوفوا، غادي نجيب واحد المول على هذا الشكل، هذا ندهنه بشويه الزيت صافي. نبدا نشكل في العجينه على شكل كويرات صغار ونحطهم بعدين شويه على بعضياتهم باش كتعطيني داك الشكل ديال الورده. صافي، من بعد ما شكلت العجينه اللي عندي، شط لي شي حاجه نديرها على شكل قراشل كيف ما كتشوفوا. المهم هاد العجينه كتجي ناجحه 100% وتشكليها بالطريقه اللي بغيتي والشكل اللي بغيتي. فضلت انا ندير هاد الوريضه وندير القراشل صافي. وغادي نخليها حتى تخمر ونطلقاو باش نزينوها وندخلوها الفران صافي. من بعد ما خمرات كنجيب واحد صفر البيضه، كندير معاه واحد المعلقه ديال الحليب صافي، وكنبدا ندهن في البريوش اللي عندي صافي. وغادي نزين هادي برقائق اللوز والقراشل، غادي ندير لهم جلجلان صافي، وندخلهم يطيبوا في الفران تقريبا واحد، ما كياخذوش طياب بزاف، ما بين 15 حتى 20 دقيقه.
صافي ونتلاقاو باش نشوفو الشكل النهائي. صافي هذا هو الشكل النهائي كيف ما كتشوفوا، كتجي خفيفة بزاف. كتجي خفيفة بزاف، هادو هما القراشل اللي كيجيو على هذا الشكل، هذا كيجيو خفافين على شكل، كيجيو بحال القطن خفافين بزاف. وهذا هو الشكل النهائي لهاد الشيوة ديال هاد النهار. الا كنتو جداد في القناه البنات ابوناو معايا وضغطوا على زر الجرس باش ديما يوصلكم الجديد، وشكرا على المتابعه. الى اللقاء. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا.